زاد التجاذب السياسي بين جناحي النظام السياسي في أمريكا الجمهوريين والديمقراطيين بخصوص إدارة مشكلة الدين العام لأقوى اقتصادات العالم على الإطلاق بشكل غير مسبوق إلى درجة فشل مجلس الشيوخ في تمرير خطة البيت الأبيض للإنقاذ. ولامس الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية سقف 75% من الناتج المحلي الإجمالي ليحقق رقما في تاريخ الوقائع الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم، أي 14.3 تريليون دولار. ومعنى ذلك أن الخزانة الأمريكية أصبحت أول خزانة حكومية مدينة في العالم، مما حولها إلى ساحة جدل نقدي ومالي دولي. الجمهوريين معروفين كان يعني من توجههم الأيديولوجي قبل وصول جورج دبليو بوش اللي هو الابن، انهم كانوا ملتزمين ماليا ضد توسع في الادارات الحكومية الكبيرة، ضد التوسع في الدعم الحكومي، ويريدوا تطبيق مبادئ السوق الحرة ويجعل السوق ينظم نفسه. ولكن رأينا ان بداية الكارثة المالية والاقتصادية بدأت مع جورج دبليو بوش، التوسع في الاقتراض. ويجري حاليا في الولايات المتحدة جدل بين مجلس النواب والشيوخ من جهة والإدارة الاقتصادية من جهة ثانية حول السبل الناجعة لمعالجة أزمة جديدة في أول اقتصاد عالمي قد تؤدي إلى أزمة عالمية أخرى تختلف جذريا عن الأزمة التي شهدها العالم في عام 2008. ويذكر أن العديد من المدن الأمريكية تقدم بطلبات لإشارة إفلاسها منذ الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في عام 2008 نظرا لتراكم الديون والضعف الاقتصادي العام الذي تشهده الأسواق سواء المحلية أو العالمية. الحل هو في العودة إلى الالتزام المالي، تخفيض النفقات العامة. أنا لست أحبذ، من رأيي الشخصي طبعا، لست أحبذ بفرض ضرائب جديدة، ولكن يوجد أيضا معايير أخرى ربما لا تتفق مع أسس التجارة الحرة التي تتزعم هذه الفلسفة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكني أنا هنا أعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من 15 عاما، لا أجد في أي محل أدخله ولا في أي سوق بضائع أمريكية، أنا أشتري بضائع صينية كل الوقت. وأبدى الرئيس الأمريكي في فرص ظهوره الأخيرة تشاؤما واضحا بخصوص مستقبل الدين العام على كاهل أقوى اقتصاد في العالم على الإطلاق. وقال رجل الديمقراطيين الأول أن استمرار حالة التجاذب بين الحزبين الكبيرين في مجلس الشيوخ يعني تعثر واشنطن عن سداد ما عليها من ديون سيادية تجاه كل من الصين واليابان والعربية السعودية ودول أخرى، وتجاه أسواق المال التي قامت بضبط تصنيفها للاقتصاد الأمريكي نحو الأدنى لأول مرة في التاريخ. ربما ستؤدي الأزمة المالية الأمريكية المقبلة إلى إعادة النظر في نظرية الاقتصاد السياسي وفي أدبيات توازن الأسواق التي تروج لها حاليا المدرسة النقدوية في الداخل الأمريكي. خليل برهان الدين، الإخبارية، نيويورك.